مشاهدينا ونروح لخبرنا الثاني، حيث أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس بشراكة مع شركة ميتا، والتي تمتد لتسعة أشهر بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض. ويعد هذا المعسكر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الميتافيرس وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. الله، يعني قديش فخورين بعاصمتنا. انا قاعده اشوف الرياض اليوم، يعني كلنا قاعدين، شو العالم كله قاعد يشوف الرياض ويلتفت للرياض. قد ايش قاعده تصير احداث، قد ايش قاعده تصير معسكرات، قد ايش قاعده تصير اكاديميات، قد ايش قاعده تصير يعني اشياء عالميه كانت في السابق يمكن كنا نشوفها في دول مختلفه او كنا نروح لها او كنا نتعناها. صحيح. لكن اليوم اصبحت الرياض يمكن او مو يمكن الا اكيد اصبحت الرياض من اهم الوجهات الثقافية، العلمية، التنافسية، خلنا نقول في هذه الأشياء الجميلة. طبعا بناء على الخبر اللي أنت قلتيه كمان رؤى، تتكون هذه المعسكرات أو معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عدد من المسارات في مختلف المجالات، واللي تستهدف إلى تعريف أو التعريف بمفهوم الميتافيرس. يعني أنا جدا فخورة، يعني كل خبر قاعدين نقوله هذه الأيام أو كل خبر هذه السنوات اللي راحت، وفي لمح البصر ما شاء الله تبارك الرحمن احنا قاعدين، او الرياض اليوم قاعده تنافس نفسها فعلا بهذه الانجازات وهذه الاشياء الجميله والعظيمه واللي قاعدين نحققها يوم ورا يوم. نتكلم عن 9 أشهر مها تكون متخصصه في العالم الافتراضي، وايضا تعزيز العالم الافتراضي باعلى المعايير واعلى اعلى جوده تكون، حيث بنعرف انه المستقبل الان صار مستقبل تقني بطبيعه الحال، والتقنيه وعالم التكنولوجيا قاعد يتطور بشكل سريع. زي ما بتقولي ان بدل ما كنا نطلع لبرا ونتعلم وناخذ دورات، الحين صار مقرها هنا عندنا في السعوديه. في نفس الوقت بنعرف انه اللي قاعد يصير خلال هذه السنوات هو من باب التطور والازدهار واكثر نمو لهذا المجتمع، شباب وبناتنا، بالاضافه الى ذلك كيف راح ينعكس عليه وعلى صوره المملكه عالميا. صح، وهذا يدل على شيء، يدل على حكمه قيادتنا الرشيده، وايضا طموح شبابنا وبناتنا اليوم، واللي فعلا ما يوقفهم شيء، وكل المجالات وكل المسارات خلينا نقول اللي موجوده او المطروحه كلهم قاعدين يبدعون فيها. وما خلصنا ترى اخبارنا عن الرياض وعن مملكتنا.